أنزل أنس أضحك منه خليه يروح أنس استمتع معه في الحياة طاح المايك يلا 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 السلام عليكم عليكم السلام خلهم يعطونك سبيكر يا محمد أنس ألو سبيكر عندي أنا غن 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 أبدو بيجيك مايكك مايكك السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا أخوكم محمد المسردي في مبادرة وقف اليتيم الأول في وادي عمود بمنطقة جازان سبق أن تكلمنا طول هالأسبوع عن فضل الصدقة وعن إخواننا اليتامى كم واحد منهم يعرف أنه جوعان أو مريض أو تعبان أو محتاج كثير احنا جالسين هنا أنت بتدفي من الشتاء بخير صح؟ كم غيرنا من يتيم ما يملك ملابس ولا يملك قوت يومه ولا يملك أشياء كثير ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة يعني بتصاحب الرسول اللهم صل وسلم عليه في الجنة فضل عظيم شيء بسيط إنك تنفق من مالك لو القليل عندك السهم الدائم 300 ريال مدى العمر تكفل لك يتيم عندك سهم الوالدين تبر فيهم حتى الممات 600 ريال عندك الأسرة الأسرة كلها عن أسرة كلها لو كانوا مكونين من 100 شخص 900 ريال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس فضل الصدقة عظيم ولا حديث فيه كثيرة وأتمنى أني أوصل من خلال هذه المبادرة البسيطة أعظم الأجر المترتب على كفالة اليتيم في نقاط على عجالة بيعطينا إياها أخونا بندر عن كفالة اليتيم وأتمنى أن كلكم تسمعونها الأشياء اللي تخدم الجمعية هذه السلام عليكم ورحمة الله في 15 باب تقريباً الأول يكون في 15 باب اللي بيسد حاجة اليتيم إن شاء الله في التربية والتدريس وطعامه ولباسه وسكنه والترميم وعلاجه وأشياء كثيرة إن شاء الله بإذن الله أنكم واللي تابعنا الآن بنكون سبب بعد الله سبحانه وتعالى سبب رئيسي لسد هذه 15 باب ومتفائلين بالله سبحانه وتعالى ثم وقفتكم ووقفة من يتابعنا الآن في تقفيل هذا الوقف بإذن الله اللي وقف اليتيم الأول بمنطقة جازان في محافظة عمود شكرا لك يا حبيبي يعطيك العافية طبعا هذه لوحة يا أخوان نبي من كل شخص منكم يجي يكتب له كلمة بسيطة وما يأخذ وقت يكتبها بس ما يتكلم يكتبها هنا لأخواننا اليتامى وفي عمل دشناه اليومين اللي راحت من كلمات أخوي سلطان المري وأخوي مهذل بن مسفر وأخوي باسم المطيري ودا أخوي الغالي صاحب الصوت الجميل فارس الحربي وبنسمع معكم الآن وبنديكم واحد واحد تكتبون عبارة عن أخواننا اليتامى عليك اتكالنا وانت رب كريم سبحانك اللي اليك الملتجا والنشور يا الله عليك اتكالنا وانت رب كريم سبحانك اللي اليك الملتجا والنشور يا باغي الخير واقف المال لأجل اليتيم مشرع بابه عند الله أعظم لجور والله يا شافي بدفع المال حتى السقيم هذه تجارة ومكسب عند رب غفور من يقرض الله يبشر بالعوض من عظيم
الكريم بإذن الله انهات يسر له جميع الأمور فقدال أبو يترك ضلوع اليتامى حطيم من يجبر الكسر يبشر له بعزة ونور ويكفيك بنا النبي يوم القيامة نديم شوف النبي يا جماعة والله الناس رور شوف النبي يا جماعة والله الناس رور يلي تطول أمل تراك من تهمقيم بادر ترى دنيتك هذه متاع الغرور يالله عليك اتكلنا وانت رب كريم سبحانك اللي اليك الملتجا والنشور يعطيكم العافية ما قصرتوا أشكر أخوي فارس على صوته الجميل وأشكر أخوي سلطان وأخوي مهذل وأخوي باسم ما قصروا وتعاونوا معي في اليومين اللي راحت الله يبيض وجيهم طبعا هذه هدايا من فريق الدعم لكل الشباب بنادي كل واحد باسمه بما أنكم قد وصلتوا هنا بنادي فارس الحربي الله يطول عمرك وشكرا لك وهذه وردة مكتوب عليها عبارة تذكرنا بأخواننا اليتامى أول شيء ترى مالنا جميل ولا قبل هذه لإخواننا ترى وأقل ما نقدم والله ودنا نجود باللي نقدر عليه أفضل وأفضل الله يبيض وجهكم الآن أبي كل واحد بس يكتب عبارة هنا إخواني تقرأ هنا مع الجو هنا؟ بيض الله وجهك وجهك يا محمد من تحت اسمع وأنا استغرب من العلوم الطيبة ونسأل الله العلي القدير أنه يقبلنا ويجعل أعمالنا خاصة لوجه الكريم وبيض الله وجهك ووجه فريق دعمك ما قصرت وبيض الله وجه فارس على كلمات الطيبة ما بشرط تكتب نفس العبارة يعني نقول صح ولا لا لا مو بشرط تكتب لو كلمة الله العظيم اللي يجعلها خاصة لوجهنا اللهم امين هذه المبادرات اللي بتعينونها قدام صدقت سوى لنا الكثير 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 اعطيك المعلم المشكلة الكتابة ها وهذا هذه الحاجه اللي نحبها صحيح مش كتابه اللي ندعم فيها الناس غيرها عطانا تحت يا عاد اكتبها هنا قلوبنا معكم صدقت ويكفيك بنا عشان الكاميرا يوم القيامه نديم شوف النبي يا جماعه شوف النبي يا جماعة والله الناس رور يلي تطول أمل تراك من تهمقي يا سلام يا بن مسلم بادر ترى دنيتك هذه متاع الغرور يالله عليك اتكلنا وانت أنتم وصية رسول الله فكيف نتركها اللهم صل وسلم عليه يعطيك العافية سم ناحي الأسلمي سبحانك اللي إليك الملتجا والنشور يا باغي الخير وقف المال لأجل اليتيم امشرع بابه عند الله أعظم لجور والله يا شافي بدفع المال حتى السقيم هذه تجارة ومكسب عند رب غفور من يقرض الله يبشر
شرب العواض من عظيم إذن الله انهات يسر له جميع عالمون فقدال أبويا ترك ضلوع اليتامى محمد بن بندر من يجبر الكسر يبشر له بعزه ونور يكفيك بنا النبي يوم القيامة نديم شوف النبي يا جماعة والله الناس رور شوف النبي يا جماعة والله عبارة تذكرنا بإخواننا اللي تطول أمل تراك من تهمقيم بادر تراك دينك هذه متاع الغروب يالله عليك اتكلنا وانت رب كريم بندر العلي لا تعال أنت سفير معي لا لا سفير معي قوم لازم تقوم بندر 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 لازم تقوم انت انت تهمني موضوعك بندر تعال تعال انت السفير لازم انك تجي بالبدايه يلا عليك اتكلنا وانت رب كريم سبحانك اللي الملتجا والنشور يا باغي الخير واقف المال لاجل اليتيم مشرع بابه عند الله اعظم لجود يا سلام يعطيك العافيه يا بندر قدمت الهديه جزاك الله خير واستاذنك في هذه الهديه اقدم هذه الهديه لكل يتيم في تاريخ البشرية فهذه مقدمة لكل يتيم في تاريخ البشرية سهلا خلها معك وخلها معك أنس شرب العواض من عظيم بإذن الله انهات يسر له جميع الأمور فقدال أبويا الهدية من فريق الدعم عبارة تذكرنا بإخواننا اليتامى ونبي منك كلمة لهم بهاللوحة إن شاء الله ينفع بكم إن شاء الله اللهم يكفيك بنا النبي يوم القيامة نديم شوف النبي يا جماعة إن شاء الله ينفع بها يا رب نواف فرزان شوف الهدية من فريق الدعم عبارة تذكرنا بإخواننا اللي تطول أمل تراك من تهمقي سعد من فيصل بادر ترى دنيتك هذه متاع الهدية من فريق الدعم عبارة تذكرنا بإخواننا اليتامى وأنت رب كريم سبحانك اللي كيفك الايام لا لازم تجي الله يحفظك لازم محسوب حسابكم كلكم سبحانك اللي يليك الملتجا والنشور هذه بسيطه من دروب الدعم هديه بسيطه نبي من كلمة يعطيك العافية يا سعد أبونا آدم وكلنا أخوانكم يعطيك العافية يا سعد يا باغي الخير واقف المال لأجل اليتيم نواف مشرع بابه عند الله أعظم لجور والله يا شافي بدفع المال حتى السقيم هذه تجارة ولا بسيطة من ذيك الدعم سبع عند رب غفور
من يقرض الله يبشر بالعوض من عظيم بإذن الله إنها تيسر له علي نواف الراقي نواف سمعين ندعي على السلامة كيفك اليوم وصحتك شوف النبي يا جماعة والله الناس روح شوف النبي يا جماعة والله الناس يلي تطول لمال ترى خل انت عبد العزيز بن صقر عبد العزيز بن معجب يالله عليك اتكلنا وانت رب كريم سبحانك اللي لك الملتجا تم قول مساكم الله بالخير يا رب هذا شخص كان اكثر شيء يحث على الصدقه وكفاله اليتيم يوم توفى الله يرحمه وقت دفنه والصلاة عليه وقت التكفين الا فيه طفل ما شاء الله جميل جميل يشتغل معي جميل بمعنى الكلمة وقت الدفن كان معنا وكل ما حد سأله انت من ما يرد على احد بعدين عيال الشخص يتوفى هذا سألوا شيخ من الشخص هذا قال ان ولدكم كان يتصدق اكفل الايتام قالوا نعم قال هذا ممكن انه ملك جاي سبحان الله وقت الدفن فترى كفالة اليتيم شيء عظيم وبس هذا اللي عندي وسلامتكم الله يعطيك العافية الله يعطيك خير أرحب هذه هدية بسيطة من جروب الدعم عبارة تذكرنا بإخواننا اليتامى الله يعطيك العافية أبو صقر هزاع من يقرض الله يبشر بالعوض من عظيم بإذن الله إنها تيسر له جميع هدية بسيطة من جروب الدعم فقدر أبو يترك ضلوع اليتامى حطيم من يجبر الكسر يبشر له بعيد شيخ القرية صاحب الدخول الفخم ركان السلي اسمك اسمك الله يفريق دعمك على ذي المبادرة اللي أثرت فينا كل بونا الله يطول عمرك وهذه المبادرات ولا بلاش الله يطول عمرك الله يبيض وجهك وبيض وجه محمد محمد المسجد نتعلم منك أبو سعود محمد بن ملحم كالملتجا والنشور يالله عليك اتكلنا وانت رب كريم سبحانك اللي يلي كالملتجا والنشور عبارة تذكرنا بإخوان اليتامى يا باقي الخير وفى المال لأجلال يتيم بارك المخريم بابه عند الله اعظم لجور والله يا شافي بدفع المال حتى السقيم هذه تجاره ومجك يا
بعد قدرنا على القصور. من يقرض الله يبشر بالعظم العظيم بإذن الله انهات يسر له جميع الأمور. وجهك أبو وجهك الله يطول عمرك الله يجيكم خير محمد الطوالة. هذه بسيطة أبو فلاح اللي قدام عبارة تذكرنا بإخواننا اللي تامة وبين الكلمة حيطة لهم شوف النبي يا جماعة والله الناس مازن الشمري هدية بسيطة من فريق الدعم عبارة تذكرنا بإخواننا واليتامى وبمن كلمة يا الله عليك اتكلنا وانت رب كريم. اي والله سبحانك الليلك الملتجا والنشوم وانت رب في الختام نسأل الله رب العرش الكريم وبإذن الله في فترة وجيزة راح نقفل الوقف كلنا بتعاوننا مع بعض حتى لو راحت منا السفارة الأسبوع الجاي لإخواني المتسابقين راح يسوون أحسن وأحسن من اللي سويته أنا وبندر إن شاء الله نجتهد في كل جلسة في كل مبادرة حتى مبادراتكم نذكر بالوقف ونتعاون كلنا على الأجر بإذن الله إنه راح يكتمل نهاية الأسبوع الجاي والشهر هذا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا حبيبي لكم العافية إياكم وجهك يا حبيبي. ونسيت حاب أشكر فريق الدعم محازم محمد المسردي شكرا بيض الله وجيهكم والله يسعدكم والله يجعلني عند حسن ظنكم وأنا بدونكم ولا شيء. فقدال أبو يترك ضلوع اليتامى حطيم من يجبر الكسر يبشر له بعزة ونور ويكفيك بإن النبي يوم القيامة نديم شوف النبي يا جماعة والله سرور شوف النبي يا جماعة والله إنه سرور يلي تطول أمل تراك ما انته مقيم بادر ترى دنيتك هذي متاع الغرور يا الله عليك اتكلنا وانت رب كريم سبحانك اللي بتبرعك تدفع أجسادهم أنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نتركها؟ الله يغفر لهم. أنتم أخواننا ونود أنتم أخوتنا ونود أن نرافقكم مرافق رسول الله وقفتنا معكم. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا. كلنا معكم حنا معكم أنتم بركتنا كلنا لكم حنا معكم إحنا نحبكم حنا معكم أبونا آدم وكلنا أخوانكم معكم للأبد لن تسيروا وحدكم حنا معكم حنا معكم
لا وجود لنا يجبني بالشباب كلهم يقول احنا معكم احبكم احبكم ابشروا بالسعد احبكم يا اخواني وايش احنا معكم باذن الله نحن لا نسوى شيء بدونكم لا يوجد لنا لا وجود لنا بدونكم احنا معكم احبكم احبكم يا اخواني ان شاء الله توفيق معكم للابد احنا معكم تبرعكم تدفع بيض الله وجيكم السلام يا سلام سلام على القلب سلام ألف ميم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مبدع أبو ميجي بيض الله هذا هذا اللي محلي اللهم صل وسلم عليه وسلم عليه احنا خبير شيء اتوقع ما في احد بحاجه الشيء هذا احنا يتابعونا ناس في حاجه الشيء اللي قدمته لنا والله يبيض وجهك الله يطول عمرك لكن ما يحزننا غير اللي يتابعونا على الشاشه ناس اللي يتمنون الشيء اللي قدمته لنا وصل لهم الخير اي لكن اسال الله ان يفرج همهم في اقرب وقت اللهم امين والله يا جزاك الله خير وشكرا شكرا على كلامك طيب جدا مبادره خفيفه والله يكتب اجركم سويتوا شيء عظيم والله الله كل واحد يتمنى انه مكانكم وهذا اقل ما نقدمه وانت بيض الله وجهك انت والمسؤولين اخواننا وحنا معكم ومعهم وباذن الله انها تتقفل يتقفل الوقف الليله امنيتي من الله سبحانه وتعالى انه يتقفل الليله الوقف ما نقدر نعطيهم ورده والهمه لاخواننا الباقيين ان شاء الله الاسبوع الجاي واللي بعده كيف تحط لهم ورده يس ايوه خلي الباره تطلع هذا حق توازع لما خلصتوا فردوها وجهك ابو عايد اللهم امين الله يطول عمرك انخفض عندي السكر Yeah.